السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا بوت جديد لربح عمله اليو اس دي تي. هذا البوت بيدفع على المحفظه الوسيطه فوسيت باي بحد ادنى للسحب مليون ساتوشي يو اس دي تي او فين نقول 1 سنت طبعا اذا كان هذا المعادل. كمان بيدفع على الكوين بيز بحد ادنى للسحب اقل من هيك كمان، يعني خلال 10 دقائق ممكن توصل لحد ادنى للسحب، تطلب السحب على المحفظه المفضله لك سواء كانت فوسيت باي او كوين بيز. طبعا اصدقائي خلال هذا الفيديو راح نشرح هذا البوت ونقدم اثبات سحب على الفوسيت باي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل هذا البوت جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصر، هذا اللينك بياخذك على قناتي على التليجرام. طبعا فيها راح يكون منشور، ضمن هذا المنشور في اللينك الخاص بهذا البوت، تضغط عليه بتفتح معك هاي الصفحه. طبعا انت فيك تحمل تطبيق التليجرام من جوجل بلاي اذا بتستخدم موبايل، اذا بتستخدم كمبيوتر راح احط لك بصندوق الوصف. طبعا اللينك هذا التطبيق لجهاز الكمبيوتر، كمان ممكن تثبته. كل ما عليك انك تضيف رقم التليفون الخاص فيك طبعا، ويصير عندك حساب هو شيء مشابه للواتساب في حال سابقا ما عندك هاي الفكره عن البرنامج. بعدين تفتح معنا هاي الواجهه اصدقائي. شايفين اصدقائي عندنا هون بالانس، الرصيد، ويزدرو السحب، ريفيرال، رابط الاحالي، سيتنج الاعدادات، ارن كريبتو كورنسي، يعني هون بنكسب العملات. بضغط عليها طبعا تفتح معي هاي الصفحه من البوت. شايفين اصدقائي هاي الطرق المتاحه، البونص اليومي، مشاهده الاعلانات، جوين شات، انك تنضم لجروب تليجرام، ستارت بوتس، هاي ممكن يكون بوتات محدثة، فيو بوست يعني تقرأ مقالات، طبعا كلها بالتليجرام. في عندك كمان دول الخطين اللي هني حل كباتشا ورابط مختصرة، طبعا رابط مختصرة كمان جيدة داخل هذا البوت. برجع بالسحب لورا لحتى نقوم فيهم عفوا وحدة وحدة. أول وحدة هي فيزيت سايت، بضغط عليها كاتب لي هلا حاليا ما في إعلانات لكن ممكن يطلع لك أنت لأنه أنا شاهدتهم كلهم. في عندنا هون أصدقائي فيو بوست، بضغط عليها طبعا راح يطلع لي مقالات، كل مقالي بنتظرها 5 ثواني. شايفين اصدقائي هذا المقال الاول، طبعا اكسبت عليه هاي القيم بساتوشي اليو اس دي تي. شايفين اصدقائي اكسبت عليه هاي القيم. سيمور راح يعطينا هلا مقال ثاني. شايفين اصدقائي هون 5 ثواني ما ينطرني، طبعا انتهوا كمان اكسبت هاي القيم. سيمور كل شيء في مقالات انا ممكن شاهدها، طبعا اكسبت هاي القيم. بدي ارجعنا اربح من الطرق الثانيه او نشرحها، ايرن كريبتو كورنسي. شايفين اصدقائي مثل ما قلنا اعلانات حاليا مو موجود لكن ممكن يطلع لك. شفنا المقالات، جوين شات انك تنضم لجروبات كمان بيعطيك على اساسها. الديلي ريورد بيعطيك بشكل يومي لكن لازم تكون مشاهد، يعني اي شيء لازم تكون عامل اي شيء داخل هذا الموقع. كمان اخذت الديلي ريورد، هلا مساهمين اضغط عليهم. في عندنا هون سولف كاباتشا، اضغط عليها اعطيني هون كاباتشا لينك، اوبن لينك، اوبن، طبعا اعطيني اتش كاباتشا بس بحلها يعني، وبكسب قيم على حل هاي الكاباتشا. طبعا سي بلين او طياره بحريه، شايفين اصدقائي شيء بسيط. هون كمان هدول كمان فيريفاي سورتد، شايفين اصدقائي برجع بضغط عليها بسكر هذا الاعلان، اعطاني هون صح. شايفين اصدقائي اذا رجعنا للبوت اكسبت كمان قيمة هاي الكاباتشا. تمام اصدقائي فيني مرة ثانية بطلع للصفحات اللي فوق. تمام اصدقائي برجع على سولف كاباتشا، اذا في كاباتشات جديدة اعطاني كمان وحدة ثانية، اوبن لينك، بحل هاي الكاباتشا، كمان اعطانا طيارة بحرية، شيء سهل وبسيط. ممكن كمان يعطيني شيء اسهل، احيانا بيطلع شيء كتابي بيكون يعني صعب قليلا. شايفين اصدقائي بضغط على المساحة الفاضية، سورتد اوت، سكر هدول الاعلانات، اكسبت قيمته. شايفين اصدقائي برجع للبوت اعطاني كمان قيمته، فيني اتابع الكباتشا قد ما بدي. تمام طيب هلا بنروح على الروابط المختصرة، شورت لينك، ضغطت عليها بنزل لتحت، اعطتني الروابط تحت. شايفين اصدقائي واعطاني صفحة المجموعة من جديد، هذا ممكن يكون خطأ من البوت لكن هاي طريقة الحل. شايفين اصدقائي موجود اد كورتو، موجود اد كورتو كمان وحدة ثانية، اد سيرفينج، شرينك مي، كلهم سهلين تقريبا، كل واحد قيمه لا بأس فيها، مرة واحدة كل 24 ساعة. مثلا راح اتجاوز اد كورتو، اوبن لينك، اوبن، فيني سكر هدول الصفحات القديمة. طبعا اللينك مباشر مثل ما كانوا ملاحظين، ببحث عن الكاباتشا، هاي ظهرت لي الكاباتشا، يفضل يكون الانترنت عندك سريع، طبعا كليك هير بتحل وبتشتغل بشكل اسرع. تمام اصدقائي 10 ثواني،
طبعا انت هو هلا جيت لينك 2 تاني كباتشا. طبعا هاي النوافذ المنبثقة كلها لازم سكرها. هلا اعطاني الكباتشا صحيح، كليك هير، اخر عدادة رقمية، طبعا انتهت. بضغط على المساحات الفاضية. شايفين اصدقائي كل هاي الاعلانات لازم سكرها، بس انهي هذا الرابط جيت لينك. سكسفولي، شايفين اصدقائي كسبنا قيمة هذا الرابط. اذا رجعت للبوت اعطاني قيمة هذا الرابط تقريبا 150,000 ساتوشي يو اس دي تي. لازم سكر كل الصفحات اللي فتحت معي مشان ما يصير معي تيل على الجهاز. بتابع بقية الروابط بكسب منها. في عنا كمان ريفرال او رابط الاحالي. شايفين اصدقائي لسه ماني داعي الى شخص، حددنا السحب بسيط والموقع سهل. طيب هلا كيف بدنا نسحب؟ مثل ما قلنا بنوصل للسنت. اذا بسحب على الفوست باي 200,000 ساتوشي اللي هو اقل من سنت كمان. اذا بدي اسحب على كوين بيز بروح على كلمة ويزدرو، ممكن يطلب مني اول مرة اعدادات السحب. شايفين اصدقائي بختار مثل ما قلنا الفوست باي، بيقول لي ضيف العنوان من سيت ادرس، بضغط عليها. طبعا بحط العنوان هون، بنتقل للفوست باي، بروح على كلمة ديبوزايت، بجيب عنوان محفظتي اليو اس دي تي. في حال انت اخي الكريم ما عندك محفظة فوست باي، انا راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة. هذا هو يو اس دي تي بعض النسخ. برجع للبوت بحط العنوان هون فوست باي. تمام اصدقائي، انتر يو اس دي تي ادرس، بعمله هيك. تمام، هيك حفظ لي العنوان. برجع لهون الشخطة، شايفين اصدقائي بنزل فيهم على الويزدرو او المينو اذا بدي كمان. اذا بطلع على الصفحة الاساسية برجع للويزدرو فوست باي. هلا منضافي، شايفين اصدقائي فوست باي. طبعا بيقول لي اقل شيء 0.01. طبعا انا طبعا بختار ماكس او بحط الرصيد اللي بدي اسحبه. شايفين اصدقائي كاتب لي الموقع سكسفلي وي هاف سنت، يعني 1,250,000 ساتوشي يو اس دي تي او سنت، وشوية كسور راحوا بشكل فوري على المحفظة الوسيطة فوست باي. بروح على الفوست باي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعات. تمام اصدقائي، طبعا هاي هي 1,250,000 ساتوشي يو اس دي تي نورمال بيمنت 1st ابريل نيسان اون تيليجرام. هذا هو اسم الموقع او اسم البوت اتش كي ايرن ترانزكشن. اني لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.